الحمد لله الذي دل على وجوده بجوده، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد فخر آبائه وجدوده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه. أما بعد، سورة الشرح مكية وهي 8 آيات. ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك بتنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي الوحي. ومعنى الاستفهام إنكار نفي الانشراح مبالغة في إثباته. ووضعنا عنك وزرك، أي ضمننا لك أن تكون بحالة العصمة وهي الحفظ، وذلك أن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. الذي أنقض ظهرك، أي أثقل ظهرك، والمراد بما ذكر تخفيف أعباء النبوة التي يثقل القيام بها الظهر، فسهل الله له ذلك حتى تيسر له الأمر. والمعنى أنه لو كان حملا يحمل لسمع نقيض الظهر منه، أي صوت الظهر وهو صريره لما يحمل الشيء الثقيل. ورفعنا لك ذكرك، رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفع الله ذكره بأن قرن الله ذكره صلى الله عليه وسلم بذكره تعالى في كلمة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر وغيرها، وفي غير موضع من القرآن. وقال بعضهم: ورفعنا لك ذكرك بالنبوة، وقيل: ورفعنا لك ذكرك عند الملائكة في السماء، وقيل: بأخذ الميثاق لك على الأنبياء وإلزامهم الإيمان بك والإقرار بفضلك. كان ملك من ملوك العجم أسلم قال للحاضرين عنده: من أعظم الناس؟ فقال أحدهم: أنت. فقال: لا، أعظم الناس هذا الذي يذكره المؤذن كل يوم 5 مرات. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أي أن مع الضيق والشدة فرجا وسهولة. ثم كرر ذلك مبالغة في حصول اليسر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاس من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصر الله له عليهم. فإذا فرغت فانصب، قال ابن عباس: فإذا فرغت من صلاتك فانصب، أي بالغ في الدعاء وسله حاجتك. وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، وإلى ربك فارغب، أي اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك. وفي الختام: نسأل الله تعالى العلي القدير أن ييسر لنا سبل الخير، وأن يوفقنا لأن نعمل بعمل أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والحمد لله رب العالمين.